السلام عليكم البنات. بعد ما نصليو على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نبداو نهارنا ان شاء الله بالخير وبالبركة. اول حاجة درتها في نهاري حبيت نشارككم اني لبست حوايجي وجدت روحي مشيت للمارشي باش نقضي. كنت باغية ندير هذه سبيسيال زعما باش نوري لكم الناس كيفاش هي عايشة وكيفاش مع هذا الكونفينمون. على بالك لهنا في لا بلجيك ولا في فرنسا وفي لاوروب هنا دايرين واحد القوانين كل بلاصة وبالقانون تاعها. كيما انا جيت هنا للمارشي كنت مع واحده حبيبتي ما خلاهوش تدخل، قالك يعني دخل غير المعنيه. دخلت باش نقضي حوايجي ومدولي اول حاجه شاري ومعقم، كنت ديجا عقمت يديا وجيت داخله قلت هكذا باش الواحد يفيتي توشي حوايج مش ملاح وتوشي الشاري والناس توشاو، ولا انا الحاجه اللي مليحه كيما قلت لكم يعقموا كلش ويخليو بناتنا مسافه الامان ولا لا ديستونس هذيك بين لي كليون، يعني ما يدخلهمش على ضربه. دوك انا خليت كيما قلت لكم لا فيل من برا مالغري جيت صباح، بصح ماشي حاجه كبيره، قلت نبدا هكا باش من بعد اللي تكون لا فيل قادر تقعد ساعه ساعتين وانت تستنى باش تقضي امورك وانت واقف. كيما قلت لكم اليوم قلت نبدل شويه جو وخرجت باش نقضي ميم طون باش نشوف لي بروموسيون، باسكو من الاول ما كانوش دايرين بروموسيون مع الكونفينمون هذاك الاول، يعني كانوا الناس بالعكس كل شيء يديوه ما يخليو والو. اليوم الحمد لله يعني كل شيء كاين. قلت اول حاجه نشوفها هي لي بروموسيون كيما قلت لكم لهنا. جيت باش نشري شويه لي فروي وشويه لي ليغوم، من بعد تبدل لي بروغرام تاعي باش طيب للطياب تاع العشيه. هنا لقيت لا بروموسيون تاع الكيوي اللي كانوا زوج غراتوي على لاشا دو 4، يعني ديتهم هنا الحبه نورمالمون كان دير 75 ولا 75 سنت. ديت معايا سكانير، هذه الحاجة اللي مليحة في هاد لي ماغازان انك يكون عندك سكانير هكا ولازم تكون ابوني باش تكون عندك لاكارت فيداليتي، هي اللي تعطيك باش الدعوة باش تهز سكانير، يعني تسكاني واش عندك باش من بعد الا كان باغ اكزومبل فات لا سوم تقدر تنقص الحاجة. لكن باغ اكزومبل انا كان عندي بيجي تاع 100 اورو ولا تاع 50 اورو ما نفوتش الحساب، نكون على بالي واش نشري وكي نوصل لاكاس ما يحكمنيش الشوك، قادر تسرع لأي واحد يكون عنده بيجي يشري منه ومنه ومنه ما على بالش وش دا كي يوصل لاكاس يخلص حاجة غالية. هنا لافونتاج ثاني انك توزن وحدك كيما انا ديت لي زوبرجين، هنا يخرج قانون بعد هذا الوباء قالك الحاجة كي توشيها لازم تديها ماشي دايم، يعني ان شاء الله يعانينا الوباء هذا. باغ اكزومبل انا لي زوبرجين شريت زوج توشيهم نديهم نخليهمش. هنايا ديت وحده تاع ديت المونغ سكانيتو شفت البري تاعو، نكون على بالي بلي من بعد البري هذا كي تجمع وفي الاخر تعطيني لاسون فينال. ديت شويه تاع اسمها تاع الفجل هذا باش ندير به سلاد. هنايا ديت تعرق تاع الجونجومبر فخي هنايا باش من بعد نوجد به الوصفه تاعي، ولا مام فلاتيزان مع السيترون فير يجي هايل بزاف، يجي حتى بارد. بعد ان شاء الله نعطيكم لا ريسيت. هنا كيما تشوفوا لي زارتيشو ولا الكرنون غالي الحبه، يعني 1.49 يعني في سي با لا بيريود باش واحد يشري زوج حبات. مام لا حبيت دير سلاد معليش سباس، مي الا كان حبيت طاجين تاع جلبانه تاع سافا تكوتي شير. انا وليت شريت شويه لي زورانج و بامبلوموس نشوف لي بري كاش ما نلقى بروموسيون انتريسونت، سي يا با معليش ندي وسحقيت. ما انا كلام ما كان نكثر يعني باش كان كنت حابه نعاود نولي نشري فاسيلمون ماشي بعيد عليا. هنا القانون يعطيك الدروات تمشي 1 كيلومتر باش تروح تقضي، ما تقدرش تفوت ال 1 كيلومتر. كيما انا ما في رمضان ديما نشري حوايج هكا حلويات تاع البلاد ونمشي ندي بلاصي نجيب قلب اللوز نجيب هذه زلابيه ونجيب كلش، العام هذا والو باسكو هذوك الحوايج كامل مركزين يعني في لي فيل الكبار وفي لا كابيتال وكامل. قلت جات بيا نيفيتي لي سكريري كي نحب نسخف على حاجه نوجدها انا في الدار والحمد لله. هنا كما قلت لكم شفتوا فت لي ريون تاع الفرماج واليوغورت ديت واش حبيت، ومن بعد فت لهنا لي ريون تاع الكوزميتيك باش نعت لكم ابري واش كاين. هنا الحاجه اللي مليحه يعني ميم لي ماغازان تاع الكوزميتيك غالقين في لي غران سيرفاس كيما هذه السوبيرات نلقاو زعما لي كرام نلقاو لي شامبوان لي ديودورون تو سكيل فو يعني.
À part les parfums, bien sûr. انا تشوفوا لي بارك تاع الماسكارا اللي موجودين كامل. من بعد وليت لهنا فت على العيون اوزار الغيون تاع البواسونري، لقيت باللي يبيعوا الاومار ولا كيما نقولوا حنا بالعربيه جارد البحر، لقيتو زعما بواحد لو بري انتريسون ب 40 موان 40% كان ديجا يدير 31 يورو، شريتو 19 يورو. قلت بوركوا با، بدلت كاريمون البروغرام وليدي تاع لا روسيت تاع سوسوار. دخلت العشيه للدار، دخلت بعدها كملت، بعد ما كملت القضية دخلت للدار، وجدت كل شيء حطيته في بلاستو، حطيت لي يوغورت والحوايج اللي لازم يتحطوا في الفريغو حطيتهم. ومن بعد باش ان شاء الله هنا تاكي نيتواياج، ومن بعد باش هنا خاطري باش نروح نطيب. هنا بعد ما نكون وجدت ديجا كل شيء، حطيت كل حاجة في بلاستها كما كنتم تشوفوا، نجبد الحاجه اللي حابه نطيبها دكوتي. كنت ديجا شريت لي كريفيت وحطيتهم، فتحت لهم نحيتهم لابو هذيك، نظفتهم حطيتهم دكوتي باش من بعد الطياب يجيني ساهل. من بعد باش نفوت جو باس لاسبيراتور بارتو، نفوت لاسبيراتور نحي هذيك لا بوسيير اللي في السول هذه، يعني انا جو باس با لاسبيراتور دو فوا بار سيمين، ونظف لو سول سوفون يعني، بس هنايا الغبرة تدخل فيت في ساعة ساعة، نضرب هكا تنشيفة خفيفة يعني باش الحلات تبقى نظيفة. هذا النيتواياج العادي. هنايا بعد ان شاء الله نكون نظفت كلش، تبقى لي غير الصالة هذاك نظفو بالماء. هنايا كاين البوا ماسيف، يعني البوا هذا ما منشفو بالماء ما يصير له والو، لازم بك واحد يستعمل لو برودوي نتاعو ما يحطش بزاف الماء. هنا البروبليم في الكارلاج كي يكون غري فونسي ولا نوار، مالغري يكون باهي هكا يعطي منظر، بصح لازم له ديما تسياق، وشورتو في الكوزينه وفي الكولوار. كما تشوفوا لهنا نعت لكم واحد الكوان وين نغرس فيه هكا لي زيرب. هنا عندي لا سوج هذه مليحه تيزانه للستر، عندي الغوماران يطيب به، هنا عندي لويزا، وعندي لهنا النعناع بدا يطلع شويه، كاين عندي زعتره تاع تيزانه سبيسيال ولا سيترونيل. عندي كوا هذا الباك، الحاجه اللي مليحه فيه انه الناس بزاف هنايا ما يكونش عندهم جاردان يكون عندهم باك في لي بالكون، يعني بغيت تحط معدنوس تحط الحاجه اللي بغيتها تحطها في هذاك الباك، وتعودوا هما سبحان الله كيما الغومارين والحوايج ديك لاصوج يبقاو ديما خضر في العام. ومام هنايا الزعتره تبقى خضراء، يعني ما في الشتاء مام تكون هكا ما فيهاش بزاف لي فايتو، نقدر نجبد منها نطيب بها، ومن بعد كي يوصل وقت ربيع تعاود تخضر تبقى ديما لا ميم. ولا مونت النعناع ديما منين نحطو يعاود ينبت، يعاود ينبت ديما هذاك نفسه، يعني نقطع منه نحي منه عادي نستعمله يعاود نلقاه العام الجاي يعاود ينبت. ولا هنا كيما تشوفوا بعد ما كملت نظفت الصالون كامل، نفوت للطياب. هذه هي البلاصه تاع الكوزينه ولا لا كويزين اللي ما فان طيب منها كما كنتم تشوفوا. فوالا نبداو اول حاجه نديرها لي كريفات، نفتحهم هكذا على الظهر تاعهم باش من بعد يجيو بريزونطابل، نحطهم في الزيت بهذا الشكل. انا استعملت هذه الكميه كافيه لدو بيرسون ولا مام لثوا بيرسون هكذا كافيه. نقليهم في شويه زيت، نكون في الكاف لا كاسرول دوزيام حطيتها لي تحطيتها تسخن باش نحط فيها الفول ولا لي فيف، حتى هما داير بهم غير روسيت من الاول، كنت باغي ندير الطبيخه هذيك اللي فيها القرنون وفيها الجلبانه. ومن بعد كي وليت بدلت لا روسيت كاريمون تاع العشيه، قلت هيا بوركوا با الفول هذاك نستعمله في حاجه واحده اخرى. والحقيقه يعني فوالا يجي في لافين يجي بزاف بنين، وطريقة سهلة جدا ما فنخدموها الناس كامل تعرفها. انا بعد ما يبداو شويه يتقلاو هذوك لي كريفات، نزيد لهم الملح فلفل الكحل، ونحط نفسي حتى الفلفل الكحل والملح في فلاوسيت تاع لي فيف. هنا نحط شويه كمون، نحط فلفله يابسه تعطي واحد الكو هايل بهذه الكميه، كويار صغيره تاع قهوه، فلفل الكحل حاجه قليله،
ومن بعد نخليهم يتقلاو بجهة، ومن بعد نوجد لهم الفلفلة خضراء اللي نقصها دي بتي مغصو مع الكسبر مع الدبشة اللي نقصها ثاني دي بتي مغصو. ومن بعد نولي لهنا نحط ثوم في مع شوية زبدة، نزيد لهم شوية زبدة لهذيك لي كريفيت، ونوجد لهم فلفل حار هذا احمر نحطه في ماشي حار بزاف، يجي بزاف بنين باسكو هو الفلفل الحار احسن من الفلفل كيما قلت لكم الخضر، سي ان انتي اوكسيدون يعني مضاد الاكسده، بزاف مليح لابو تاعنا وللصحه تاعنا. نوصيكم يعني كي تستعملوا في الطبيخ تاعكم استعملوا ديما الفلفل الاحمر في بلاصه الخضر، ومام يجي عنده جو خاص يعني ذوق خاص. هنا هاد الحوايج اللي قصيتهم دوكا نحطهم هنايا في مع لي كريفيت، جو ميلونج لو تو. من بعد نوجد كيما قلت لكم الفلفله خضراء مع مع الكسبر، ونحطهم مع لي فيف مع الفول بهذا الشكل. هذه طريقه سهله جدا وتجي بزاف بنينه، تتكل غير بالخبز. ممكن حتى نوجدوه بالطريقه هذه نخلطوها في لاصالاد. نزيد له شويه ماء ونخليه يطيب، من بعد لاصوص تاعو تجي ناشفه، ونزيد فيها السيترون بعد اللي حبيت. من جهه هنا نوجد لا كريم تاعي ولا لاصوص هذيك اللي راح نزيدها في لي كريفيت. نحط طماطم، انا وجدت طماطم حطيت فيه شويه لا كريم، وحطيت فيها الحبق هذيك ولا الحبق. نخلط الكل مع بعضه، ونخليهم على نار يطيبوا. بعد ما نطيب كل شيء نحطه بجهة، ونمشي باش نوجد لاطابل. انا عندي هاد لارموار الصغيرة اللي حاطتها في الصالون، حاطتها حدا لاطابل، نحط فيها لي بوجي، نحط فيها لي كراف لي سيرفيات، باش من بعد نحط فيها لي ناب باش تجيني ساهلة يعني كل حوايج تاع لاطابل تاع لا ديكوراسيون دو لاطابل. نحط في الجهة اليمنى لي زاسيات، والجهة اليمنى كل ما يخص الديكو. نحط لا ناب، نوجد كلش، ومن بعد نولي البلا برينسيبال كي يقرب للاذان ان شاء الله باش يتكل سخون ما يتسخنش لا في الطاب. خلاص انا كما تشوفون حط الفلفل الحمراء نفسها اللي حطيتها في الكريفات. الحاجه اللي نزيدها لهنا نزيد شويه الحار، ونزيد معاهم الزنجبيل الخضر فري. نزيد بزاف تاع الثوم، هذا الكل من بعد كي نفوت ندرسهم. ان احسن الدرسه هذه ولا هذه الخلطه لو كان عندكم زعما مهراس هذيك تاع الحطب ولا هذيك تاع تاع الرخام، تجي بزاف بنينه فيه يعني كل شيء يتخلط فريمون بزاف. ونزيد الثوم كما قلت لكم ومعدنوس، ولما نقليش بالزيت يتقلى بالزبده. هذه من بعد كامل تكون فارس، نديرها فارس لداخل. نخليكم دوكا تشوفوا الكيفية، وان شاء الله نقولكم صحة فطوركم في امان الله. نوجد واحد لاصالاد كوتي ثاني حتى هي غير بالسيريمي، هذا نوع واحد لي باتون تاع البواسون حتى هما يتوجدوا، ونحط فيه شوية غير حاجة قليلة يعني هكا تاع لي طوماط. سلاد فيرت تجي بزاف بنينة، ندير لها لافينيغريت بشوية تاع السيترون زيت زيتونه وشويه ملح، نحط فيها شويه تاع لا موطارد، نخلط الكل وهي دارت لافير. نقولكم صحه فطوركم في امان الله، ونخليكم مع الباقي مع لا طابل وكيفيه كيفاش نحط من بعد هاد كيفاش نفتح سموه الاومار، كيف نفتحو لا فاصون اللي نفتحو. لازم نحط لا بوينت تاع الموس كيما كنتم تشوفوا لهنا، ونضغط ضغطه قويه
ومن بعد نحط الخلطه هذيك لداخل، لازم تحذره بس صعيب بتفتح على هذا الشكل. ومن بعد نحطه في المقلاه اللي بقات لي من الخلطه هذيك، نحطها مع شويه زبده ونحطه على الجهه اللي لازم يطيب ما بوجيش، ومن بعد نقدمه بالصحه والهنا ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله تكون عجبكم الوصفه، ما تنسوني جيب جيم وابوني، والسلام عليكم.